اتصال. الو 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 السلام عليكم. اختي اهلا ومرحبا. عتيقه من بجاد؟ اه مرحبا بك عتيقه، نهار كبير هذا. اهلا وسهلا. بغيت نعطيكم اختي كيك. غتعطينا كيك عتيقه؟ اه واخا. شنو نحتاجو في مقادير عتيقه؟ عندنا ثلاثه بيضات. ثلاثه ديال البيضات كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت شويه عليك عتيقه. كاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب. كاس ديال السنيده. كاس ديال السنيده. ثلاثه المعالق ديال الشكلاط غبره. كيضحك الشكلاط. ثلاثه المعالق ديال الشكلاط غبره. خماره ونص حمراء. خماره ونص. فاني وحده. فاني الدقيق. والدقيق نعم هو. انا نتبعكم دائما اختي. لا انا عارفه عتيقه، مرحبا، نهار كبير هذا. طيب ثلاثه البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، ثلاثه المعالق ديال الشكلاط غبره، خماره ونص، فاني والدقيق. التزيين اختي ياغورت. نعم غنحتاجو ياغورت للتزيين اللي يكون ديال الشكلاط. واللوز مهرمش ولا كاوكاو. نعم اللوز مهرمش او لا كاوكاو اللي كاين متوفر. طيب ناخذ هاد المواد كامله طبيعه الحال، السوائل بوحده والنواشف بوحده، كنخلطوها مزيان، ندهنوا الماء ديالنا بزبيده، نرشوا بالدقيق، نحطوا الخليط ديالنا، ندخلوا للفران يطيب، ومن بعد نخرجوا ونغطيو بياغورت ديال الشكلاط من الفوق. صافي بالصحه والراحه عتيقه، كنحييك كثير، شكرا ليك على مشاركتك معنا. ستروماي.